بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ ونستعين. هكذا نتواصل وإياكم مع تحديات سباقات موسم الطائف الثاني في عام 2024 للميلاد. إذا متابعينا الأعزاء كما تتابعون ينطلق الشوط الرابع والثلاثون للإبكار المفاريد من مسافة الاثنين كيلومترات. مقدمة الشوط والمركز الأول تتقدم في هذه اللحظة تريمة بشعر نافع بن عايض بن سالم السناني الجني مع ريمة مع المركز الأول. المركز الثاني وصل اليامي مع رهف هي القادمة مع المركز الثاني. حسين بن حمد بن صالح اليامي هو القادم مع المركز الثاني يتقدم وينطلق مع مركز الوصافة. المركز الثالث بن صافية مع زهو سعد بن محمد بن حمد بن صافية المري. والمركز الرابع عبد الكريم بن ملوح العنزي مع ارتباك مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت سيوف سفير بن مسافر بن عبد الله العديني مع المركز الخامس. ولكن نعود بعد ذلك النداء نعود الى المركز الاول والى بدايه هذا الشوط مع الانطلاق الاول. تتقدم رهف غيرت من المركز الثاني الى بدايه هذا الشوط بشعار اليامي حسين بن حمد بن صالح اليامي. ولكن العنزي مع ارتباك هي القادمة. تابعوا انطلاق ارتباك هي الواصلة بكل قوة بشعر عبد الكريم ملوح العنزي مع انطلاقة ارتباك ورهف مع المركز الثاني. والله يا هذا الحوار الثنائي حوار ثنائي صراع ثنائي ما بين رهف ما بين رهف ما بين ارتباك. ولكن يا سلام يا سلام نرى القدوم والوصول من سمحة هي القادمة بكل قوة. ولكن رهف رهف ارتباك ارتباك سمحة هي القادمة ووصل بن قريح ووصل بن رويشد. ياهو من صراع ياهو من معركة شرسة. رهف سمحة بن رويشد زاهية زاهية سليمان بو نادر الحصاد 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 بو نادر غير عند الأمتار النهائية. تهانينا والنماس لمالكي زاهية سليمان بالسلامة الجاني منتزع النماس هذا الشوط. من المراكز حضر شعر سلطان بن يعقوب بن عبد الله السعيدي مع المركز الثاني. المركز الثالث حسين بن حمد الصالح اليامي مع المركز الثالث. المركز الرابع عبد الله بن علي بن ربيع الرزق العجم مع حسيل. والمركز الخامس شعار اللحظات فراء بن عتيق بن محمد الابريدي المري مع الثريا مع المركز الخامس. إذا متابعينا الأعزاء تهانينا والنماس لماركي زاهية سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي الجهني من انتزع نوماسي هذا الشوط. ومن فاجأنا عند الأمتار الأخيرة توقيت زاهية 3 دقائق 2:05:30 من الثانية. توقيت زاهية بشعار بو نادر سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي الجهني. لمتابعي الاعزاء تهانينا والنماس لجميع الفائزين.